بعد كارثة الزلزال المدمر اللي ضرب شمال غرب سوريا تحديدا منطقة أدلب، جمد السوق العقار بشكل كامل، يعني من بيع وشراء العقارات، حتى يعني خف بشكل كبير الطلب على الأجار، يعني رجع الأجار، اقتصر على الطوابق الأرضية، الناس خافت من الطوابق العلوية رجعت للطوابق الأرضية، وأنا نحن بالأصل يعني في شح بالنسبة للأجار البيوت قليلة. كانت حركة العقارات بعموم المنطقة كانت قبل كارثة الزلزال كان بشكل جيد كويس يعني تمام، خاصة بعد الهدوء النسبي اللي شهدته المنطقة، حيث كان الطلب على المحلات، الطلب كان على المحلات أكثر شيء يعني، وبعدين أشياء السكنية الجاهزة أكثر طلب كان أشياء السكنية الجاهزة، يوم تكاليف كبيرة بالنسبة للتجهيز الهيكل. انعكس سلبا تجمع سوق العقار على عدم فتح اي مشاريع جديده، بما اثر سلبا على اليد العامله في المنطقه واصحاب المهن يعني. وبالاصل في عندنا في قله فرص عمل كانت بالسابق يعني تمام، مع اقتراب شهر رمضان شفت الناس اللي بحاجه لمال، بحاجه لمصروف. بعد الزلزال ما ضل لا بيع ولا شري، بدي بيعها اذا حصل لي شر، بدي بيعها مشان اكل واشرب فيها، وش بدي اسوي؟ ما عندي مدخول الا الله. انا بدي ارضى على البيع من فتره، وما في بعد الزلزال ما ضل لا بيع ولا شري، ما حد لا عم يشتري ولا حدا يبيع. العالم ما بقى نصبين شوادر بيركين بال ظهر التل بالاراضي. هلا انا كنت عارض بيتي من فتره قبل الزلزال للبيع، هلا بعد اللي صار الزلزال ما حدا عم يجي ولا حدا عم يروح، كان كل يوم كل يومين يجي زبون يجي زبونين يتفرجوا على البيت يروحوا. هلا بالمره الشاطر ريقد بده خيمه بس ليلحق سله اغاثه او يطلع له 200 ليره او يطلع له 300 ليره، ونحن جماعه عم بدنا نبيع مشان بس لناكل ونصرف، ولا شغله ولا عامله، كل العالم قاعده. قبل الزلزال كان في عندنا شغل كثير، كان في ورش كثير، هلا بعد الزلزال ما في شغل خالص، يعني مثلي وامثال يعني ما بس انا، في كثير عالم. يعني كنا هون بالبلد مشغلين المبلط ابو الصحي محل القطع، كنا مستلمين كل شيء في هالبلد، ما بس انا مثلي وامثال، يعني هلا مشغل عندي انا 5-6 عمال. هلا ما في حد عم يقول لنا وينكم انتم، هلا كل العالم عم تروح على الخيم.